والظروف اللي احنا فيها دي بتفكرني وشبيهه ب 2004 لما وقف كابتن محمود الخطيب وعمل جيل يعني او لعيبه زي محمد ابو تريكه، زي محمد بركات، زي عماد النحاس، زي اسلام الشاطر، زي حسن مصطفى، زي محمد شوقي. كل دول جم، كل الجمعه كان من بدري شويه، لكن انا بتكلم على الناس اللي جت في 2004 و2005. الظروف اللي احنا فيها دي او قريبه من اللي احنا فيها ديت، كابتن محمود الخطيب كان له اولويه وافضليه في التعاقد مع ناس كتير جدا هنا برؤيه فنيه كبيره جدا او رؤيه اداريه كبيره جدا، وجاب اللعيبه ديت وعملنا جيل سيطر على الكره الافريقيه وكل افريقيا، وكنا بننيم افريقيا من المغرب بالجيل ده. فالوقت اللي احنا فيه ده قادر باذن الله. كابتن محمود الخطيب احنا في ظهرك، هتعمل فرقه زي الفل انت والجهاز الفني ولجنه الكوره ومجلس الاداره، وهتبقى زي الفل. لكن كمان مش عايز اقعد اتكلم على ماضي انتهى خلاص، امبارح بتاع امبارح، لكن كمان عايز تبقى لعيبه الاهلي سوبر، اللعيبه اللي موجوده لعيبه زي الفل وتمام التمام وكل حاجه. لكن مفيش حد يقدر يقول حاجه او مختص او مهني يقول ان فرقه الاهلي مش محتاجه تدعيم. لا، فرقه الاهلي محتاجه تدعيم. وانا كتير يلومني او كتير يتعارض معايا او يبقى بيقول حاجه غير اللي انا بقولها ديت، لكن انا مقتنع بده. لعيب النادي الاهلي لازم يبقى لما تبص له بصه كده وتشوفه في الملعب وهو وقفته الكوره او بيستلم كوره على استاد رادس، على استاد مازيمبي، على استاد القطن الكاميروني، على في الوداد المغربي محمد الخامس، في اي حته تعرف ان دي وقفه لعيب الاهلي. لعيب الاهلي، جريه لعيب الاهلي، يعني شخصيه لعيب الاهلي، وش لعيب الاهلي. انت بتتحمل ضغوط شديده جدا، بتلاقي 60,000، بتلاقي 70,000، بتلاقي 80,000، بتلاقي 100,000، بتلاقي 120,000، مدرجات بتتهز، مش عارف صحف بتقول ايه، اعلام بيساند ايه، اعلام داخلي، اعلام خارجي، اعلام معرفش منين. المهم دي شخصيه لعيب الاهلي. فانا اقول ان اللعيب السوبر دايما يبقى لعيب بتاع النادي السوبر. يعني انت زي برشلونه، انت زي ريال مدريد، انت زي الانديه ديت، مش اي حد يلعب ومش اي حد يبقى موجود ومش اي حد يبقى يستحمل الضغوط. اللعيبه اللي موجوده كويسه واللعيبه اللي موجوده هايله، لكن احنا عايزين تدعيم. يبقى في تدعيم في الفتره الحاليه، وهيبقى في تدعيم، وهتعمل فرقه زي الفل. وزي ما بقول لكل واحد في مصر هنا وكل واحد اهلاوي، انت في ظهر فرقتك، واحنا كلنا في ظهر فرقه النادي الاهلي، وكلنا في ظهر كابتن محمود، وكلنا في ظهر الفرقه في الوقت الحالي. ولازم نبص لها بصه اوسع شويه. غابت بطوله او خسرنا بطوله، لكن عندنا سته،